السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الفني صناعة جاري زراعي فندقي. والنهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس الثاني في الأدب وهو المقال. السؤال الأول، عرف المقال أو ما المقصود بفن المقال؟ الجواب، بحث قصير في الأدب أو العلم أو السياسة أو الاجتماع ينشر في صحيفة أو مجلة. السؤال الثاني، أذكر أنواع المقال من حيث المضمون والموضوع. يختلف حسب 1- طبيعة الموضوع الذي يعالجه سواء اجتماعي سياسي أدبي، ب- شخصية الكاتب وثقافته، ج- اختلاف وسيلة النشر، فالمقال المعروض في صحيفة يختلف عن المجلة والكتاب. السؤال الثالث، أذكر أنواع المقال من حيث الشكل، وجه المقارنة بالنسبة للمقال القصير وبالنسبة للمقال الطويل. التعريف في المقال القصير، يطلق عليه العمود الصحفي أو الخاطرة وله عنوان ثابت. أما التعريف في المقال الطويل، يتراوح بين صفحتين إلى 10 صفحات، ويتكون من مقدمة وموضوع وخاتمة. الخصائص في المقال القصير، تناول فكرة واحدة، التركيز والتشويق، اللغة حية سهلة، وضوح الأسلوب، سهولة العبارات. أما الخصائص في المقال الطويل، أفكاره مترابطة، الإقناع والإمتاع، العرض الشائق، سهولة اللغة ووضوحها. أشهر كتاب المقال القصير، صلاح منتصر في مجرد رأي، أنيس منصور مواقف، أحمد أمين فكر. أشهر الكتاب في المقال الطويل، طه حسين، محمد حسنين هيكل، أحمد أمين، إبراهيم المزني. السؤال الرابع، أذكر أنواع المقال من حيث الأسلوب وحدد سمات كل نوع. الأسلوب الأدبي سماته، 1- اختيار الألفاظ والعبارات، 2- استخدام الخيال، 3- جمال الأسلوب والتصوير، 4- مزج الفكرة بالإحساس، 5- الإيقاع الموسيقي المؤثر. الأسلوب العلمي، عرض الموضوع بطريقة علمية، خلوه من الخيال. الأسلوب العلمي المتأدب، إبراز الحقائق في صورة جذابة، التجديد والدقة في صياغة الجمل. يبقى أنا عندي 3 أساليب، هو الأسلوب الأدبي سماته، والأسلوب العلمي، والأسلوب العلمي المتأدب. السؤال الخامس، وضح السمات الأدبية الأسلوبية التي تشترك فيها جميع المقالات. 1- جمال الأسلوب باختيار الألفاظ الملائمة للمعنى والصور والمحسنات الغير المتكلفة. 2- وضح الأسلوب، وضوح الأسلوب بالبعد عن الألفاظ الغريبة والعامية المبتذلة والمجازات الغامضة. 3- قوة الأسلوب بخلوه من تنافر الحروف وغرابة الألفاظ وقلق العبارات والحشو والتطويل في الجمل. السؤال السادس، وضح الخصائص العامة للمقال. 1- الذاتية، تظهر فيه ذاتية الأديب وعاطفته ورأيه الشخصي. 2- التكوين الفني عن طريق ترابط الأفكار. 3- الإمتاع عن طريق العرض الشائق الذي يجذب القارئ ويؤثر فيه. 4- النثرية، فالمقال نثر وليس شعرا، وذلك لغلبة التفكير عليه. 5- الإقناع عن طريق سلامة الأفكار ووضوحها. 6- القصر لا يتجاوز 7 صفحات، وإذا تجاوز 7 صفحات يصبح بحثا أو كتابة. 7- تنوع الأسلوب تبعا لشخصية كاتبه ووسيلة النشر. وبكده يكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. أتمنى تكون استفدتم، وإلى لقاء آخر في درس إن شاء الله.